المشاركة في الحوار. بالنسبة إلى الموضوع، أنا أعتقد أن المشكلة ما هي مشكلة عنوسة اليوم، إحنا الحين بهالزمن نتكلم عن، يعني إحنا في واقع المحاكم، ارتفاع حالات الطلاق والمشاكل، ضحية أبناء، الأبناء دائما هم الضحية الأولى. أعتقد أن المشكلة مو مشكلة العنوسة وزيادة أعداد العنوسة، المشكلة اليوم مشكلة التوفيق بين الزوجين. أنا ما يهمني، خليه يتزوج من دولتين إن شاء الله، من الشرق ومن الغرب، ولكن في توافق، في أسرة، في كيان أسرة قاعد ينبني بدون لا يتهدم. أنا اليوم يعني أنا أحترم رأي الشيخ، ولكن أنا عندي تعليق على نقطة مهمة. تفضل. اليوم الرجل الكويتي، أبسط مثال، لما يتزوج 90% من حالات الزواج يتزوج الزوجة الثانية بدون موافقة، أو عفوا بدون معرفة الزوجة الأولى. يعني أنا مساء كنا نتكلم عن موضوع، بالسر ذكر إيه السر، كنت أتكلم عن موضوع، يعني إذا أنت ما عندك جرأة أنك تعلن، شلون بتكون عندك جرأة أنك تعدل أمام زوجتك الثانية؟ بتعدل مع زوجتك الأولى تصرف. اليوم كنت أتكلم عن حادثة، بس الشيخ يقول المرأة هي تخطب حق زوجها، يمكن يعني أنا ممكن واحدة من 20 حالة، يعني هو يمكن أخبر في الحالات اللي تمر عليه، ولكن أنا أشوف الواقع مختلف. اليوم مثلا على سبيل المثال، أنا قلت الموضوع على سبيل الفكاهة خلف الكواليس، وفعلا واقع حقيقية صارت. واحدة من الحالات اللي صارت عندنا بالمكتب، أنه توفى رجل وكانت زوجته تبكي عليه عند القبر معها العيال بعد الدفان وهالأمور، ويت بعدين امرأة أخرى ومعها أيضا 5 عيال وراها، وقعدت تبكي تقول لها أنت غلطانة، هذا قبر زوجي فلان فلان، تقول لها أنت اللي غلطانة، هذا قبر زوجي. أثارهم طلعوا شرايط وهم ما يعرفون، وقامت تصير المشاكل وتهاوشوا وصلوا، ولا مو بس المشاجرة ما كانت عادية، كانت تعدت إلى الضرب، لا هذا رأيي أنت من، وصار مشاجرة بينهم. فللأمانة الموضوع هذا بعدها نحل بطريقة ودية، ولكن يعني شو يسوى عليه الريال ذلحين تربته، التربة ما اندفنت، المهم راح بدل لا يترحمون عليه قاموا يلعنون فيه ثنتينهم، يلعنون فيه. فاليوم هذه المشاكل، طبعا المشكلة ما توقف عند الحد، توقف تتخطى إلى خصومة بين الأبناء، إلى مشاكل في المحاكم على ورث وغيره وغيره، يعني تدخل في متاهات. فأنا أعتقد اليوم أن اللي يقدم على هذه الخطوة، وأنا أقول حق كل الرجال صراحة، أي ريال كان يشوفنا، إذا كان وحدة شخص يقبل على الخطوة، يا يعني أنك تكون جريء بداية خبر زوجتك الأولى، بعدها تكون جريء أنك تعدل أمام كل الزوجات، وأنك يعني العدل هذا ما يكون لا والله بس عدل أني أنا أنام ليلة هني ليلة هني، لا، حتى من ناحية المادية هو يخبرها ولا يأخذ رأيها، يعني يأخذ موافقتها ولا بيستأذن، خليه يتجرأ يقول لها أول، بعدين إحنا ننتقل إنه يأخذ رأيها، خليه يتجرأ يقول لها إنه بتزوج، يعني أول ما تزوجت. أستاذ محمد، أنا اللي لاحظت الحين أن هني قاعد تذكر بعض الجوانب ما نسميها سلبية، قاعد تذكر أستاذ حورة من ناحية القانونية، يعني تقريبا الحال في المحاكم الصعوبات، يعني العكس تماما. هني قاعد أسمع من الشيخ أن العملية في قمة السهولة، بالعكس الإنسان خلي يقدم على هالخطوة وعنده تجارب من أرض الواقع يتكلم، وهو في المقابل تماما أن هناك العملية العكس تماما، هي ما قاعد مو ضد الفكرة، لكن قاعد تقول أن نتيجة. إحنا قاعد نشوف نتائج غريبة، حالات يعني دكتور الطلاق. أنا أقول لك اللي يتزوج أول شيء عند الشيخ مستانس، مستانس اللي عند الشيخ، بداية زواج وناسة، بس تعال شوف النهاية تصير عندي أنا بالمكتب. هو يقول لا عادي، إن شاء الله ما خلي بيصل عندك. إن شاء الله إن شاء الله. أكثر الحالات التعددية يا أخي ناجحة، يعني أستاذ العزيز، هي عملية ناجحة أو مو ناجحة، ترى هذه موجودة، هذه مو ليس بس فقط عند الخطابين والخطابات، هذا حتى عند الأستاذ حبيب، هي عارفة حورة، عارفة أن حتى عنده في المحاكم هاي موجودة. نعم. عملية النقص وعملية الطلاق والمشاكل وهذه صحيح موجودة، ترى مو إلا عندنا الحين. أنا عندي حالات تقريبا دشوا الحين في 8 سنوات 9 سنوات صار لها الحين، جوه عيال وبيت بروحه واموره طيبة وكل شيء، وما حصل عندهم أي خلافات، وعندي ناس من أقرب المقربين اللي قعدت معاه مرته 6 أيام بس أن ما جاء عندها، وكانت في حالة لا حرج في الدين، طبعا ديننا يسر وليس عسر، كانت عليها العادة الشهرية، طيب ولا لا؟ زين، 6 أيام مفروض تنظف وترجع لزوجها، ولكن اللي بين أنهم من قلة الفهم بالدين، فيبون شيء، يعني إذا ما تجي في هالليلة أو هالـ6 أيام يعتبر أنت من ترجم. طيب زين، والآن من 2013 ولحد الآن في المحاكم منتظرين أنها ما أدري تطلق ولا شنو وضعها. حلو. طيب هل هذا أسلوب؟ إيه حيصير؟
زين في قضاء